فقرة ستوب، دعونا نتعرف على هذه الفقرة. رجل بزي الشرطة يقف في الشارع تحت أشعة شمس الصيف، يجمع من السيارات المارة مبلغ من المال حسب إمكانية كل شخص يمر من أمامه بسيارته. في الجانب الآخر من الشارع تقف على الرصيف سيارة أجرة محترقة. ما قصة هذا المقطع الذي تضمن هذا المشهد؟ سأوضح لكم تفاصيل مضمون هذا المشهد بعد أن أجمع خيوط الحدث. لنبدأ من سيارة الأجرة المحترقة. هذه السيارة كانت مارة في الطريق وفجأة شبت فيها النيران في الجزء الخلفي من السيارة، فسارع الناس ورجال الشرطة الذين مروا بالقرب من الحدث وأطفأوا النيران المشتعلة في السيارة، وخرج منها السائق الذي نجا بأعجوبة. هو رجل يتخذ من سيارته مصدرا لرزقه ورزق أولاده وعائلته، فكانت مظاهر الصدمة واضحة على هذا الرجل الذي احترقت سيارته. هنا حضرت روح الغيرة الإنسانية عند رجل الشرطة الذي كان قريبا من الحدث، تطوع من ذات نفسه أن يقف بوسط الشارع يطلب المساعدة لسائق سيارة الأجرة من قبل أصحاب المركبات المارة في الشارع، وتحمل حرارة الصيف وتمكن من جمع بعض من المال حتى يتمكن صاحب سيارة الأجرة من تسطيح سيارته من أجل أن يستمر بعمله ليحصل على رزق حلال لأولاده. طبعا هذا الموقف الإنساني من قبل رجل الشرطة العراقي يحمل الكثير من المعاني الإنسانية والوطنية. وقفة احترام للشرطي صاحب الموقف الإنساني في هذا المقطع الذي وثقه أحد المواطنين بكاميرا الموبايل، لنتابع. إن شاء الله ماكو أذية. لا ماكو أذية، نعم الله كله بركة. أحسنت، رحم الله والديك. الله يبارك فيك. تافي يوم تافي 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 تافي. شكرا شكرا. عمر شنو الموضوع؟ والله اتراجع مثل ما تشوف من تجوانه قريبه عن المديريه. نعم ما عاد لو عندك يعني محترقه نص الشارع يعني تم احتراقها. تم اجراء لازم من قبل السريه اول ما طلع التنكر مال المديريه. الولد خما بشي. الولد ان شاء الله الحمد لله على سلامته، بس متأثر هو الولد يعني على ماله. يقول السياره اني مطلوب عليها اقساط. احنا شفنا وضعيته وحالته ذاك الولد. اذا تقدر تشوفه. قريب على المنتسبين. طان فاحنا قدرنا عليه قدامنا نلمله احنا كمنتسبين مديريه شرطه النجده. وهسه جات الموله والله دانم للوجه الله تعالى وهي مالت الله ورسوله من ايدي من ايد العالم الخيره الطيبه. تبرك تبرك السلامه.